أكثر لحظة أثرت في حياتك؟ قلت الهدية الخاصة للوالدة. وأكثر شخص أثر في حياتك؟ قلت لي الوالدة. فلعبة دور وايد كبيرة مبينة في حياتك. من 10 أسئلة 2 جاوبت أمي. ليش؟ والله هي الكل في الكل. إيش أقول لك؟ يعني في الأوقات الصعبة اللي أنا كنت فيها في حياتي هي كانت موجودة. من وأنا صغير ولحد الآن. She's one of my best friends. And we're very close. مرة قريبين عن بعض. مرة قريبين عن بعض. الوحيدة اللي ممكن أشاركها كل شيء. تعرف كل شيء. وحكيها وتحكيني. إحنا مرة قريبين عن بعض. ففي كثير من أمور حياتي الأشياء اللي واجهتها كانت دائماً موجودة. دائماً موجودة.